احنا اسره عايشين في امريكا، عندي بنتين سن كذا وسن كذا وولد عنده كذا، بحاول اربي اولادي جوه بيته وبخاف وبيحبوا ويحترموا ربنا، بنحضر القداس كل حد ومدارس الاحد وكل انشطه الكنيسه، وبنقرا لهم الانجيل كل يوم في البيت وبنصلي، ويصبحوا على بابا يسوع كل مره بيعدوا قدام صوره المسيح بيسلموا عليه. انا بودي واجيب المدرسه عشان يكونوا تحت عينيا، بنسمع وعظات كتيره وترانيم عربي وهم حافظين منها كتير، وبحاول احفظ الحان وايات في البيت لان الانشطه في الكنيسه مش كتير ولا طول الوقت، وطول الوقت بنتكلم على ربنا والقديسين والى اخره، بتكلم وبتقول بحذرهم من مواضيع الشذوذ والصدقات وكل حاجه بعد ما اكون سمعت وعظات وربنا بيرشدني ارد عليهم ازاي. ومع كل ده أنا خايفة أكون مقصرة معاهم وخايفة يكونوا كويسين، بس عشان إحنا معاهم، لكن بعد كده يبعدوا عن ربنا. قدسك تقولي أعمل إيه لو أنا مقصرة معاهم، واذكرنا في صلاتك أسفة إني طولت عليك. أولا ربنا معاكي، اللي أنت بتعمليه حلو قوي، يعني ممكن يكون أمهات كتير في مصر ما بيعملوش اللي أنت بتعمليه، ويمكن إحساسك بالخوف إنك أنت في الغرب وإحساسك بالمسؤولية إن ولادك بيتعرضوا لثقافة غير ثقافة مصر، فانت خايفه معاهم ورايحه جايه تحكي معاهم، دي حاجه في حد ذاتها كويسه، يعني ربنا يعوضك على تعبك، ومن اجل تعبك اطمني ربنا مش هيضيع ولادك منك. بس انا عندي كذا كونسيرن. ايه الكونسيرن الاولاني؟ ان لازم يكون جنبك اب اعتراف حلو حابينه ومرتاحين له. ليه؟ عشان ممكن البنت في سن من السنين تتحارب بحاجه ما تقدرش تقولها لك مهما كانت درجه الصداقه، تخاف انك تقول عليها ازاي عملتي كده. فرضا في يوم من الايام اتفرجت على منظر وحش، على فيلم وحش، دخلت في علاقه اتكلمت مع بنت على حاجات معينه، فيبقى اب الاعتراف سند، فكل اللي انت بتعمليه رائع بلس اب اعتراف يكونوا مرتاحين له وهم اللي يختاروه، لان في حاجات في وقت من الوقت بنتك مش هتقولها لك، بس انا مطمن انها بتقولها للكنيسه من خلال شخص اب الاعتراف.